اليوم في قناة بولي سادي حنوريكم كيف تسووا الكيجن بالطريقة الصحيحة وانت في بيتك وانت في بيتك. اوكي أريوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم مصعب القاضي، ومساء الخير عليكم طبعا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وزي ما وعدتكم إن شاء الله الخميس الجاي حتكون في حلقة جديدة، وفعلا في حلقة جديدة مع ضيف مميز أخونا الستاند اب كوميدي علاء بن بحر. طبعا علاء بن بحر قبل ما يتجه لمجال الكوميديا كان شيف، وإن شاء الله حكت لكم حساباته، وبالمناسبة كان عمل استيك وجربوا القنصل الأمريكي. صحيح؟ صحيح. وإن شاء الله حنحط لكم الكلام ده في الفيديو، كل حاجة موثقة وكل حاجة موجودة. فالليلة علاء بن بحر حيقدم لنا وصفة جدا حلوة ومميزة جدا في المملكة العربية السعودية اللي هي الشريم، وحيورينا الطريقة بالتفصيل المبهر. مايك عندك أخويا. حبيبي سادة الله يعطيك العافية. طبعا جماعة الخير، مساء النور بمسائي وصباح الخير بصباحي. كلكم تعرف كيف يا مخرج طبعا كلكم تعرفوا الجمبري الكيجن، تمام؟ معروف دحين في الأونة الأخيرة انتشر عندنا بشكل ما شاء الله تبارك الرحمن مرة كبيرة في السعودية، وناس كثيرة تبتجرب الكيجن او تبتجرب الجمبري، بس ما تقدر توفر المبلغ عشان تروح المطعم ده، عشان بعض المطاعم ما شاء الله تبارك الرحمن جدا معلين الاسعار حقتهم، تمام؟ اليوم في قناة بولي سادي حنوريكم كيف تسووا الكيجن بالطريقة الصحيحة وانت في بيتك وانت في بيتك. اوكي أريوة. وطبعا يا جماعة الخير عشان تسووا الجمبري كيجن عندكم في البيت لازم تتوفر معانا مكونات اساسية للكيجن جمبري. طبعا اليوم عندي انا هنا جمبري بقشوره ويفضل، وعندي هنا مرقة دجاج، وعندي هنا صلصة طماطم، وعندي هنا كمون، وعندي هنا بودرة بصل وبودرة ثوم، وعندي هنا اللي هي الكيجن، وعندي هنا طبعا بطاطس مسلوقة، وهنا عندي الثوم، وعندي هنا بصل ابيض، وعندي اللي هو الهوت دوغ. طبعا الهوت دوغ اختياري وليس اجباري، الناس اللي تحب الهوت دوغ. وعندي هنا ليمون، وهنا عندي رز ابيض حينسلق ان شاء الله، وهنا عندي اللي هو الذرة، وطبعا ملح وفلفل اسود، وعندي هنا اللي هو نفس الكيجن اللي وريتكم قبل شوي، وكاتشب وصويا. هذا فقط نحتاجه للتتبيله. يقول انا طبعا الليمون حطيناه ايش عشان قشر الليمون يشيل الظفر حق الجمبري، واي شيء بحري حتى لو كان سمك. طبعا اولا حنبدا نحط الزبده
ونخلي الزبدة سيح معانا بهذا الشكل اللي انتو تشوفوه، ونضيف الثوم على طول على الزبدة. يعني لا تخلوا الزبدة انها تسيح بالكامل، نضيف الثوم كاملا. وانتبهوا ترى الثوم ياخذ لون بسرعه ويستوي بسرعه، فلذلك لازم تنتبهوا له. بعد كده نحط شويه بصل، ولا نكثر البصل، حاجه بسيطه بس عشان لا يؤدي على اللي هو طعم الثوم. تقريبا اخوي علاء انت قلت لنا اختيار، في بعض الناس بيحبوا طبعا ايوه البصل اختياري، في بعض الناس ما يحبوا بصل، هو غالبا غالبا ونادرا الناس تحط البصل مع الجمبري، لكن بيعطوا شويه طعم عشان ايش؟ النكهه. بالنسبه للناس اللي ما عندهم بارد الكيجن، بالنسبه للناس اللي ما عندهم بارد الكيجن طبعا ينزلوا اسواق بن داوود او بندا او اي سوق بيشتروا النكهه، بتجيك جاهزه بالطريقه هذه، حتجيك جاهزه زي ما هي، اللي هو الكاجن، كاجن سوسينج اللي هو البهارات الكاجن. وهنا نشوف التحميل يا جماعة الخير، شوفوا كيف، بسم الله على الريحة، آه يا قلبي، آه يا سيفود، آه يا قلبي 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 قلبي. في حال ما لقيت في بعض الدول مثلا زي السودان عندنا بهارات الكيجن ما هي، كيف أنا أقدر أسويها في البيت؟ ممكن دحين نحط لكم الوصفات حقت بهار الكيجن في الديسكربشن تحت في التعليقات، تمام حنحط لكم إياها، جدا بسيطة، هي كلها هذه كلها أدوات منزلية وبهارات منزلية زي الكمون والبصل والثوم والكزبره واشياء بسيطه. طبعا كده الين خلاص اوكي كده حمر معانا يا جماعه الخير. الحين نضيف لكم اللي هو الصلصه، وزي ما تشوفوا يا جماعه الخير هنا استخدمنا معجون الطماطم ونضيف الكمون ونضيف لكم برضو اللي هو بودرة البصل والثوم، طبعا بالرغبة اللي انتم تبغوها طبعا، واخيرا وليس اخر اللي هو الكيجن اللي هو الاساس. طبعا لازم المخلوط يتجانس بالكامل عشان الطعم يطلع صح، ولا ننسى الصويا كمان يا جماعة الخير، الصويا جدا مهمة جدا جدا، لأن الصويا اللي فيها طعم كسرة الثوم والبصل. معلش أخوي علاء بتعيد لنا البهارات مرة ثانية والمكونات يا جماعة الخير. طبعا كالتالي اللي هي أول شيء بتسيح الزبدة بتحط الثوم عليه، ونرجع نحط البصل، بعد كده نرجع نحط معجون الطماطم، ونرجع نحط بودرة البصل والثوم، وبعد كده اللي هو الأخيرة وليس آخر النكهة أو البودر كيجن بودر، ولا ننسى طبعا اللي هو الصويا، طبعا لازم المخلوط كله يتجانس.
فطبعا زي ما شفتوا بعد ما خلصنا كل البريبريشن طبعا نبدا الحين نوزع الجمبري زي ما تشوفوا بالطريقه هذه على عدد الاكياس اللي عندكم وعلى عدد كم بتحطوا من الجمبري تبي تحطون. يعني انا ان شاء الله كل سنه بحط 15 حبه تقريبا الى 20 حبه بهذه الطريقه يتم توزيع الجمبري طريقه متساويه. طبعا انا ما شاء الله الكميه اللي عندي كثيره وكبيره وبالتالي حوزعها بالتساوي. حابب اوزع الصوص بالطريقه هذه طبعا ملعقه واحده جدا تكفي بالطريقه دي وبعد كده ان شاء الله نحطه في الفرن على درجه 180 درجه لمده تقريبا 20 دقيقه فقط او ربع ساعه. حبيبنا علاء والله الله يديك الف عافيه ما قصرت يا صاحبي. الله يعافيك الله يعافيك. والمجهود الجميل والريحه الرائعه. طبعا للاسف طبعا انا باكل الاكل البحري بس صراحه الريحه تشهي. يعني صراحه اتمنى انكم تكونوا هنا وتشموا الريحه الجميله دي. ومره ثانيه برجع اشكرك مره ثانيه يا اخوي حبيبي حبيبي. انا استاذ تعال 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 قرب يا نونه تعال تعال قرب يا مخرج حقنا. طبعا يطلع الله كذا وبالعافيه عليكم. هذا هو الكيجن وبالعافيه. وهذا هو الجمبري يا جماعه الخير زي ما تشوفوا بالطريقه دي. وكده يا معلم صار عندك كيجن في بيتك تقدر تاكل انت واصحابك انت واهلك انت والناس اللي يعزوا عليك وبالعافيه عليكم. ما في فرق زي المحلات اوكي. ولا تنسوا تاكلوا بالخمسه ها آه. اوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم. لا ايوه عادي معلش. لا مش مساء الخير ما حتنزل مساء الخير. ايوه لا مش مساء الخير. ايوه صباح النور يا ولد. مش مساء الخير معلش. لا في البيت عندنا لازم بورين نار لك اوكي. ايوه كده المتر قطعتهم. ايوه ايوه بدنا نصير موديل يوم. ايوه come on, baby. Okay.